أخواتي الحاضرات، أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد ما شفنا مادة القراءة والكتابة ومادة القرآن الكريم، الآن غنتقلوا لمادة الحساب اللي غادي نزيدوا نتدربوا فيها على كيفاش نجزوا عملية الطرح. ولكن قبل لابد أننا نصحوا الواجب اللي كنت كلفتكم به في الحلقة الفايتة. إذن نبدأ بسم الله وعلى بركة الله بتصحيح الواجب. الواجب ديالنا كيف كتلاحظوا كان تيتكون من ثلاثة ديال العمليات ديال الطرح. كان المطلوب منكم أنكم تنجزوها، وفي هذه الحلقة غادي نصحوها جميع. إذن نبدأ إن شاء الله بالعملية الأولى اللي هي 4 ناقص 2 تساوي. شكون تنجز لينا هذه العملية؟ شوفوا زهرة، يلا تفضل زهرة. 4 ناقص 2 تساوي 2. حسن، 4 غنقصوا منها 2 غتبقى الباقي هو 2. إذا قلنا هذه العملية سميت هذه العملية عملية الضرب؟ لا، عملية طرح. عملية الطرح، حسن. وقلنا العدد 2 اش كنسميو خديجة؟ الباء اللي كيبقى من نعم العدد 2 اش نسميوه في العمليه الطرح؟ ناقص. لا، العدد 2 تيتسمى الباء، الباقي من الباقي. حسن، عقلوا. اذا النتيجه اللي كنحصلوا عليها في الطرح تنسميوها الباقي. جيد، اذا انتقلوا الان للعمليه الثانيه اللي هي 8 ناقص 1 تساوي، ونمشيو عند لطيفه تجاوب لنا عليها. 8 ناقص 1 تساوي 7. حسن، تساوي 7. الان غنتقلوا للعمليه الثالثه وغادي نمشيو عند خديجه. تفضلي. 5 ناقص 5 تساوي 0. هذه ساهله، عندنا 5 نقصنا منها 5 الباقي هو 0. جيد، هذا الصفر كنسميو الباقي. اذا بعد ما انتهينا من تصحيح الواجب ديالنا اللي كنتمنى ان المشاهدات والمشاهدين يكونوا صحوه معنا، غنتقلوا الان لدرسنا الجديد واللي غادي نشوفوا فيه او غادي نزيدوا نثبتوا فيه كيفاش ننجزوا عمليه الطرح عموديا، ولكن هذه المره بزوج ديال الاعداد وبثلاثه ديال الاعداد. انتبهوا معايا الشاشه مزيان. اذا هذه العمليه كيف كتلاحظوا هي عملية زينة، باش نسميو هاد العملية عملية الطرح. عملية الطرح، حسن زين. إذا عملية الطرح وكتبناها أو لا وضعناها عموديا، غادي نحاولوا الآن نجزوها كما العادة. ولكن الملاحظة الأولى هو كيف كتلاحظوا هاد العملية كتكون مزوج الأرقام، العدد الفوقاني كيتكون مزوج الأرقام، العدد اللي تحت منه كيتكون كذلك مزوج ديال الأرقام. قبل ما نبداو الإنجاز ديال هاد العملية تيخصنا نذكروا اشنو قالت لنا المعلمه في الحصه اللي فاتت. قالت لنا باش ننجزوا عمليه الطرح لابد ان العدد الفوقاني يكون كبر من التحتاني او اللي يكونوا بحال بحال. اذا نشوفوا العدد الاول عندنا 29 واللي تحت منه 16. العدد 29 واش كبر من 16 ولا صغر من 16؟ لطيفه. 29 كبر من 16. حسن، اذا 29 كبر 15، اذا بالتالي يمكن نجزوها. باش نجزوها دائما كما شفنا في العمليات الحسابيه اللي سبقات تنبداو دائما من لمن، بمعنى اننا تنبداو من الوحدات. اذا نبداو الانجاز ديال هذه العمليه من الوحدات وتنقولوا 9 ناقص 6 شكون تنجزها لنا زهره؟ 9 ناقص 6 تساوي؟ تساوي 3. تساوي 3، حسن. الا خدينا 9 ونقصنا منها 6 غتصبح غيصبح الباقي 3. إذا كملنا الوحدات، الآن غنتقلوا العشرات. العشرات، حسن. ونمشيو للعشرات، شكون تنجز لينا العشرات؟ نمشيو لعند زينب. جوج مضروبة في واحد. لا، ماشي مضروبة زينب. ناقص. جوج ناقص واحد واحد تساوي واحد، حسن. إذا زوج ناقص واحد تساوي واحد. إذا النتيجة اللي حصلنا عليها خديجة شحال هي؟ 13. 13 اللي كنسميوها الباقي. حسن، الباقي. دائما عملية طرح النتيجة ديالها كنسميوها الباقي. باش تزيدوا تبتوا هذا الشيء اللي شفناه اليوم، غادي نحاولوا ناخذوا الألواح وغادي ننزلوا واحد جوج ديال العمليات عفوا. إذا العملية الأولى انتبهوا للشاشة، عندنا 121 ناقص 110 تساوي كام؟ 121
نقصوا منها 110 تساوي اذا الباقي شحال غادي يساوي ديال هذه العمليه هو اللي غادي نشوفوه الان على الالواح. كنتمنى حتى المشاهدات والمشاهدين دائما يكونوا مستعدين معنا ويجبدوا الالواح ونجزوا جميع هذه العمليات باش نفهموا اكثر عمليه الطرح. 121 غنقصوا منها 110 نهزوا الالواح نهزوا الالواح. يلا زينب زهره مازال نعم نعم عندك واحد المشكله بسيطه مريم غنشوفها معاك. الله كذلك زينب نعم اذا رفعوا الالواح مزيان غنشوفوا مع مريم فين كاين عندك المشكل. هي النتيجه صحيحه مريم مريم نعم. النتيجه صحيحه. الخطا فين كاين عندك؟ اذا عندي واحد غنقص منه صفر غادي تكون نتيجه واحد. اذا غنحطها تحت الوحدات ماشي تحت العشرات. اذا تنحط النتيجه هنايا ياك مريم وتنمسحوا هذا. ثم عندنا زوج غنقصوا منه واحد فعلا واحد ولكن نحاولوا دائما النتيجه تنحطوها تحت الوحدات والنتيجه ديال العشرات تحت العشرات والنتيجه ديال المئات تحت المئات. واحد الى نقصنا منه واحد صفر تبارك الله عليك زهره. وهاد تساوي نحاولوا نكبروها شويه ونزلوها مزيان. نشوفوا زينب نشوف اللوحه ديالك زينب. اذا مازال زينب عندك مشكله شويه في الكتابه ديال الاعداد تحاولي في الدار تعود تاخدي ورقه وتبداي تكتبي الاعداد باش تكتبيهم مزيان لان الكتابه ديالك شويه جيد. تكتبي بالزربة ماشي مشكل. اذا عذرناك الان. اذا عندنا واحد زينب الى نقصنا منه صفر تبقى صفر تبقى واحد. صفر عندي واحد غنقص منه والو صفر اشنو بقى؟ والو لا بقى واحد بقى واحد ماشي صفر. عندي واحد عندي واحد الخطيط ما نقصت منه والو هذا راه والو يعني صفر يعني والو. اذا بقى عندي واحد زين وزوج الى نقص منها واحد غيبقى واحد فعلا وواحد الى نقص منه هاد واحد الى نقص منه واحد اشنو تيبقى؟ تيبقى صفر. جيد اذا نشوف ابتسام النتيجه ديالك مزيان كذلك لطيفه صحيح. اذا ننتقلوا الان شكون اللي تصح لنا هذه العمليه؟ خديجه تفضلي نقرا الاعداد. يلا قراوا العمليه هي الاولى 121 نعم و 100 ناقص ناقص 110 حسن. الا كتذكروا في الحلقات الاولى اللي درت معكم قلت لكم باش نقراو الاعداد دائما تنقراو المئات ترجعوا تمشيو للوحدات عاد ترجعوا للعشرات. تنقراو المئات 100 الوحدات واحد وترجعوا للعشرات 20. اذا 121 ناقص 110 حسن خديجه. اذا نجزوا العمليه تنبداو دائما واحد ناقص صفر حتى نسميو واحد ناقص صفر الوحدات كنبداو من الوحدات. يلا خديجه واحد ناقص صفر واحد حسن نمشيو للعشرات ياك كملنا دابا الوحدات غننتقلوا نمشيو للعشرات. جيد خديجه يلا واحد ناقص عفوا جوج ناقص واحد تساوي واحد حسن خديجه نمشيو دابا للمئات. جيد واحد ناقص واحد تساوي صفر تساوي صفر. اذا مجموع ما تبقى 11 جيد ماشي المجموع هو الباقي جيد المجموع تنقولوه في عمليه الجمع هذا الباقي يعني 11. وغننتقلوا الان العمليه الثانيه دائما على الالواح. اذا هذه العمليه هي اللي غتظهر الان امامكم على الشاشه. انتبهوا عندنا 284 ناقص 153 تساوي كم؟ نشوفوا الباقي ديال هذه العمليه شحال غير بشويه ما نتسرعوش في الحساب. الى تلفت تنزيل الخطيطات او تنزيل الخشيبات ومن بعد تنبدا نقص منهم باش نعرف النتيجه او الباقي شحال. دائما تنبداو بالوحدات هو الاول ونحط النتيجه تحت الوحدات تنمشيو للعشرات النتيجه تحت العشرات ومن بعد كنمشيو للمئات والنتيجه تحت المئات. رفعوا الالواح كملنا يلا رفع الالواح.
نعم نعم. الله، ابتسام، نمشيو عند ابتسام. جيد، صحيح. نشوفوا ابتسام عندها واحد الخطا بسيط. زيد، اذا نشوفوا مع ابتسام. ابتسام عندنا أربعة، غنقصوا منها ثلاثة. عندنا أربعة، واحد، زوج، ثلاثة، أربعة، غنقص منها العدد اللي تحت منها اللي هو ثلاثة. هاني نقصت واحد، نقصت جوج، ونقصت ثلاثة. شحال بقى لينا ابتسام؟ بقى لي واحد، ماشي ماشي، زوج، جيد. إذا كنحط العدد واحد. ثمانية ناقص خمسة فعلا تساوي ثلاثة، وزوج إلا نقصنا منها واحد غتبقى النتيجة واحد. إذا النتيجة 131. جيد جيد ابتسام. يلا تبارك الله عليكم، نضعوا الألواح ونمشيو لعند. يلا لطيفة، نجزينا هذه العملية. 284 ناقص 153 حسن تساوي، نبدأ بالوحدات. حسن. أربعة ناقص منها ثلاثة تساوي واحد. حسن. العشرات، ثمانية ناقص منها خمسة تبقى ثلاثة. حسن. المئات، حسن. اثنان ناقص منها واحد تبقى واحد. واحد، جيد. إذا زينب قري لنا النتيجة اللي حصلنا عليها. 131. 131 اللي كنسميو زهرة هاد النتيجة تنسميوها الباقي. الباقي، تبارك الله عليكم وما شاء الله عليكم. كنتمنى حتى المشاهدات والمشاهدين يكونوا فهموا معنا هاد العملية ديال الطرح مزيان. بما أن حلقتنا وصلت النهاية ديالها، غادي نكلفكم بواحد الواجب اللي غتوجدوه في نهاية الحلقة 50 في الكتاب المقرر الموجود بين يديكم. إذا هاد الواجب كيف كتلاحظوا كيتكون من ثلاثة ديال العمليات ديال الطرح. المطلوب منكم هو انكم تنجزوها، وفي الحلقه المقبله ان شاء الله غادي انصحوها جميع. كنتمنى حتى المشاهدات والمشاهدين ينجزوا هذه العمليات، وكنذكرهم الا فاتتهم هذه الحلقه ما استطعوش باش يشوفوها، راه كتعاود زوج المرات على قناه السادسه. يمكن لهم كذلك يتبعوا حتى على الانترنت من خلال موقع وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه، او من خلال موقع قناه السادسه اللي كيظهر امامكم على الشاشه. دمتم في رعاية الله، وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.